محمد وعلي وصحبه لا يودينا ما بعد. من فضل الله أنا الآن في مكان مرتفع في هذا الجبل من حي التراث، فالإنسان يرى نعم الله عز وجل، هذا الهواء النقي البارد الذي من خلاله يستنشق الإنسان نعم الله عز وجل، وأنعم الله علينا بنعمة البصر ونحن نرى هذه المدينة التي في الأسفل والمنظمة الجميلة، وأمدنا الله عز وجل بالصحة لنصل إلى هذا المكان الرائع. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعمة الجبال نعمة عظيمة، من خلالها يمكن الإنسان يمارس فيها الرياضة والحركة بجانب المنافع الأخرى التي ينتفع منها كثير من الناس في مختلف مجالات الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لما يحب ويرضى، ويوفق من يستمع لهذا الكلام ويعمل به. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وفي الجبال عظة وعبرة.